My name is Salwa. أنا لما جيت لأستراليا اتغيرت للأبد لأنني الآن أكثر هدوءاً في الحياة وفي التعامل. أنا بحب إني أتعلم إنجليزي كتير كويس حتى أقدر أمارس مهنتي اللي هي تعليم الفيزياء والكيمياء في الهاي سكول. أنا أخشى أن أموت من غير ما أشوف بناتي يجوا لهنا. شاهدني واعرفني.